السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم إعادة تصحيح التمرين الثاني امتحان الجهوي أكاديمية رباط سلا قنيطرة دورة يونيو 2016. فيما يخص التمرين الثاني لتحديد مسار السيالة العصبية، مسار السيالة العصبي المسؤول عن حركة اليد اليمنى، نتكلم هنا عن اليد اليمنى. نقترح المعطيات الآتية: مكنت تقنية استكشاف نشاط المخ من تحديد المنطقة المخية، المنطقة A كما هو ملاحظ هنا بطبيعة الحال النشط على إثر قيام شخص بتحريك يده اليمنى ويمثل الشكل ألف كما نلاحظ من الوثيقة رقم 1. تموضع هذه المنطقة A ويمثل الشكل B من نفس الوثيقة بعض الباحات المخية. لدينا الباحة الحركية، باحة حساسية العامة، باحة الشمية، السمعية ثم البصرية. فيما يخص سؤال رقم 1، استخرج من هذه المعطيات الباحة العصبية المتدخلة في إنجاز حركة اليد اليمنى. لاحظوا معي أن المنطقة A بطبيعة الحال كما نلاحظ هنا تقابلها فيما يخص شكل B بطبيعة الحال الباحة الحركية. إذا الجواب على هذا السؤال يوجد على الوثيقة، إذا المنطقة A هي الباحة الحركية. بالإضافة إلى أن بما أن السؤال يطلب منا أن نحدد أو أن نستخرج الباحة العصبية المتدخلة في إنجاز حركة اليد اليمنى، نلاحظ أن الأمر يتعلق هنا فيما يخص الوثيقة بنصف الكرة المخية الأيسر، ونحن نعلم أن نصف الكرة المخية الأيسر يتحكم في نصف الجسم الأيمن والعكس صحيح. إذا الجواب سيكون بطبيعة الحال المنطقة A وهي الباحة الحركية المتواجدة بنصف الكرة المخية الأيسر. فعلا الباحة الحركية لنصف الكرة المخية الأيسر. فيما يخص السؤال الثاني، طبيعة السيالة العصبية التي تنشئ على مستوى المنطقة A، نتكلم عن الباحة الحركية، وبالطبع بطبيعة الحال السيالات العصبية التي تنشأ على مستوى الباحة الحركية فهي سيالات عصبية حركية، وبالتالي طبيعة هذه السيالة ستكون سيالة عصبية حركية. العضو المستجيب في هذه الحالة بطبيعة الحال المستجيب الحركي وهو العضلة. أتابع، تنقل السيالة العصبية التي تنشأ على مستوى المنطقة A على مستوى الباحة الحركية في اتجاه عضلات اليد. لاحظوا معي الجواب هنا عن بالنسبة للسؤال التالي، طبيعة العضو المستجيب نتكلم عن العضلة. في اتجاه عضلة اليد تمر هذه السيالة العصبية عبر البصلة السيسائية والنخاع الشوكي ثم عبر العصب السيسائي قبل وصولها إلى العضلة. لتحديد جدر العصب السيسائي الذي تمر عبره السيالة العصبية في اتجاه عضلة اليد، تم عند حيوان تدي القيام بتجارب القطع والإيهاج على مستوى جدري الجدر الأمامي والجدر الخلفي للعصب السيسائي المرتبط بعضلة الطرف الأمامي الأيمن، وتمثل الوثيقة 2 ظروف ونتائج هذه التجارب. فيما يخص التجربة الأولى كما نلاحظ بطبيعة الحال كما ربما اتضح لكم ذلك، لدينا قطع على مستوى الجدر الخلفي وإيهاجة تطبيق إيهاجة فعال على مستوى الجزء المحيطي. فيما يخص التجربة الثانية كما نلاحظ القطع حدث على مستوى الجدر الأمامي والإيهاجة كما نلاحظ تطبيق إيهاجة فعالة على مستوى الجزء المحيطي كذلك. لاحظوا معي فيما يخص النتائج، النتيجة بالنسبة للتجربة الأولى عدم تني الطرف الأمامي الأيمن، إذا لم تكن هناك استجابة لهذه الإيهاجة، بينما فيما يخص التجربة الثانية هناك استجابة تتمظهر في تني الطرف الأمامي الأيمن. السؤال صف التجربة رقم 1، لاحظوا معي الجواب يوجد على الوثيقة. إذا الجواب فيما يخص هذا السؤال بطبيعة الحال التجربة هي عبارة عن تجربة قطع كما نلاحظ، قطع لماذا؟ للجدر الخلفي. إذا كلمة قطع للجدر الخلفي، أين تمت هذه إيهاجة الإيهاجة في هذه الحالة؟ تمت على مستوى الجزء، إذا تطبيق إيهاجة فعالة على مستوى الجزء المحيطي. ونلاحظ في الملحوظة عند القيام بالقطع على مستوى أحد جدرين نحصل على جزئين، جزء مركزي متصل بالنخاع الشوكي وجزء محيطي متصل بالعصب السيسائي. إذا لدينا هنا عصب سيسائي، إذا المنطقة أو الجزء الذي تمت على مستوى الإيهاجة فهو الجزء المحيطي. إذا الجواب سيكون بطبيعة الحال قطع الجدر الخلفي وإيهاجة فعالة على مستوى الجزء المحيطي. إذا فعلا قطع الجدر الخلفي وإيهاجة الجزء المحيطي. بالنسبة للتجربة الثانية، إذا أردنا أن نقوم بوصف التجربة الثانية نفس الشيء بطبيعة الحال، إذا هناك قطع في هذه الحالة مستوى الجدر الأمامي وإيهاجة دائما على مستوى الجزء المحيطي، إذا قطع الجدر الأمامي وإيهاجة الجزء المحيطي. فيما يخص سؤال رقم 3، انطلاقا من النتائج التجريبية بين أن السيالة العصبية القادمة من منطقة A نحو المنطقة A الباحة الحركية نحو عضلات اليد تمر عبر الجدر الأمامي للعصب السيسائي. فيما يخص التجربة رقم 1 كما نلاحظ، عندما أنجزنا إيهاجة على مستوى الجزء المحيطي في هذه الحالة للقطع، لاحظنا أن هناك عدم تني للطرف الأمامي الأيمن. هذا يدل على أن السيالة العصبية التي نشأت على مستوى الإيهاجة ليست سيالة عصبية نابدة، أي لا تتجه نحو العضلة، وإنما هي سيالة عصبية مركزية تتجه نحو المركز. إذن فعلا
نشأت سيولة عصبية في هذه الحالة حسية على مستوى نقطة الإهاجة، فاتجهت نحو المركز العصبي لكن وجدت أمامها القطع، وبالتالي لن تصل هذه السيولة العصبية إلى المركز العصبي. إذا لو افترضنا المركز هو النخاع الشوكي في هذه الحالة، مركز الانعكاسات الشوكية، لو افترضنا أن لا يوجد هناك قطع في هذه الحالة، مسار السيولة العصبية سيكون على الشكل التالي كما نلاحظ. فعلا ستمر هذه السيولة في اتجاه النخاع الشوكي، ستتحول إلى سيولة عصبية حركية تمر عبر الجذر الأمامي في اتجاه العضلة. في هذه الحالة سيكون هناك تني للطرف الأمامي الأيمن، لكن في هذه الحالة أي في تجربة رقم واحد القطع يوجد على مستوى الجزء على مستوى الجذر الخلفي بطبيعة الحال، وبالتالي السيولة العصبية الحسية في هذه الحالة لا تصل إلى مستوى المركز العصبي والنخاع الشوكي في هذه الحالة. إذا نستنتج ربما تبين لكم ذلك أن الجذر على مستوى الجذر الخلفي توجد ألياف عصبية حسية تنقل سيالة عصبية حسية مركزية أي في اتجاه بطبيعة الحال النخاع الشوكي. أما فيما يخص التجربة الثانية في هذه الحالة كما نلاحظ هناك تني للطرف الأمامي الأيمن، هذا يدل على أن الإهاجة على مستوى الجزء المركزي للقطع في على مستوى بالنسبة للجذر الأمامي نشأت سيولة عصبية، لكن هذه السيولة العصبية وصلت إلى مستوى العضلة. إذن هذا يؤكد لنا أن السيولة العصبية التي نشأت على مستوى نقطة الإهاجة سيولة عصبية نابضة، أي تتجه نحو العضلة نحو المستجيب الحركي. في هذه الحالة مسار السيولة العصبية سيكون على الشكل التالي، وبالتالي الألياف العصبية المتواجدة على مستوى الجذر الأمامي هي ألياف عصبية حركية تنقل سيالات عصبية حركية نابضة كما نلاحظ. فعلا جوابنا سيكون على الشكل التالي فيما يخص بطبيعة الحال الجواب عند إهاجة الجزء المحيط للجذر الخلفي عدم تني الطرف الأمامي الأيمن يؤكد أن الجذر الخلفي يحتوي على ألياف عصبية حسية تنقل سيالات عصبية حسية مركزية تتجه نحو النخاع الشوكي، بينما فيما يخص التجربة الثانية عند إهاجة الجزء المحيط دائما ولكن في هذه الحالة الجذر الأمامي حدث تني للطرف حدث استجابة أي تني الطرف الأمامي الأيمن، هذا يؤكد لنا على أن الجذر الأمامي ينقل السيولات العصبية الحركية بطبيعة الحال، وبالتالي فيحتوي على ألياف عصبية حركية وبالتالي ينقل السيولات العصبية الحركية النابضة في هذه الحالة. إذا السيولة العصبية القادمة من منطقة أ نحو عضلات اليد سوف تمر عبر الجذر الأمامي وليس الجذر الخلفي لأنه يشتمل على ألياف عصبية حركية. أتابع، تمثل الوثيقة ثلاث العناصر المتداخلة في حركة اليد اليمنى بدون تمثيل الخلية العصبية التي تربط النخاع الشوكي بالعضلة. أتمم الوثيقة بتمثيل الخلية العصبية الحركية التي تربط بين القرن الأمامي للنخاع الشوكي بعضلة اليد اليمنى. تلاحظوا معي هنا بطبيعة الحال الجسم الخلوي المحور ثم التشجر النهائي المتصل بالعضلة والذي يشكل لنا الصفيحة المحركة البلاك موتريس. إذا الرسم سيكون على الشكل التالي، الجسم الخلوي الذي يتواجد على مستوى النخاع الشوكي على مستوى المادة الرمادية للنخاع الشوكي، لدينا المحورة تمر عبر الجذر الأمامي حيث تتواجد كما أشرنا قبل لحظات ألياف عصبية حركية وتنتهي بالتشجر النهائي كما أشرت قبل لحظات. فيما يخص سؤال باء، تمثل أو مثل بواسطة أسهم اتجاه مسار السيولة العصبية خلال النشاط العصبي المدروس. إذا بطبيعة الحال تنشأ السيولة العصبية على مستوى الباحة الحركية كما هو مشار إليه سابقا، في هذه الحالة تمر عبر البصلة السيسائية مشار إليه كذلك سابقا، ثم عبر النخاع الشوكي، وعلى مستوى بطبيعة الحال على هذا المستوى سوف تمر هذه السيولة العصبية عبر الجذر الأمامي، بينا ذلك من خلال التجارب السابقة في اتجاه العضلة. إذا المسار سيكون كما تلاحظون معي، نشأة السيولة العصبية على مستوى الباحة الحركية، لا يجب كذلك أن نبين اتجاه المسار بأسهم كما هو مبين على الوثيقة. شكرا على انتباهكم وإلى موضوع آخر إن شاء الله.